برنامج ابتسم الناس للناس، برنامج اجتماعي، برنامج حيوي، برنامج بيقابل أسر جميلة جدا. وقد إيه إن إحنا لما بنتكلم عن مصر وجمال مصر، وإن مصر فعلا بتحتضن العالم كله، وإن مصر دي أم الدنيا كلها، فعلا الكلمة دي ما تقالتش كده. ولما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلع في مؤتمراته وقال إن إحنا ما عندناش، أنا آسف في الكلمة، لاجئين، إحنا عندنا أهل وطن، عندنا شعب، شعب سوريا الجميل اللي موجود في بلدنا، اللي انا متاكد ان احنا هندخل المداخله دلوقتي، وعارف ان الشعب السوري والشعب العربي عموما بيعتبر مصر دي هي بلده التاني، عمره ما حس ان هو غريب ولا حد ابدا حاسسه بحاجه شبه كده. عشان كده مصر في قلوب كل حد عربي، مصر الجميلة، مصر فعلا. لما قال السيد الرئيس ان هي تحيا مصر وشعب مصر، ما كانش كلمة كده بتتقال. سهلا بيكي وام الاسرة، اهلا فيك. اهلا فيك، الله يسلمك، نورين مصر. تسلم يا رب، كلك ذوق، ربنا يخليكي. بنت حضرتك وابن حضرتك واولادك؟ دول اولادي. اسمك ايه؟ نغم. وانتي؟ لاما. وانت؟ حاتم. وانتي؟ مصر. بسم الله ما شاء الله، سورية سورية. ربنا يفرحك بيهم دايما يا رب. كده قولي لي، فكرة ان انت اصلا تيجي مصر، انا عرفت من قبل التسجيل ان انت بقالك 10 سنين في مصر، فكرة ان انت تفكري في مصر. والله هي الدولة الوحيدة اللي حسيناها شعب واحد يعني، وأول ما فكرنا نجي على مصر، لأنه بصراحة كتير يعني من خلال البرامج والمسلسلات وشغلات كتيرة حسينا أنه نحن وياكم شعب واحد يعني. والشعب السوري أصلاً كان الجيش الأول كان سوريا والجيش الثاني كان مصر. طبعاً، وبصراحة هون يعني صار لي 10 سنين هون، بصراحة يعني ما شفت من الشعب المصري غير كل خير، وما حسينا أصلاً أنه نحن بغربة يعني. الحمد لله، هو ده الشعب المصري، هو ده بطبعه وبيستقبل كل الناس. احكي لي كده، انت طبعا نزلتي تقريبا من 10 سنين، كان في وقت ثوره والكلام ده كله، ما كنتيش قلقانه وانت نازله؟ لا، احنا هلا اول ما اجينا لهون مفكرين حالنا انه حنقعد شهرين وثلاثه ونرجع، يعني اجينا ما معنا شيء، بس سبحان الله القدر انه خلانا نقدر نكمل هون 10 سنين. كل سنه بنقول السنه اللي بعدها بنرجع، بس بصراحه يعني لو رجعنا على سوريا رح نترك هون بصمه كثير، يعني نزعل انه اذا تركناها، ونحن بنقول مستحيل، انا اولادي ربيوا هون يعني، حتى حاتم خلقان هون يعني، والله خلقان هون. ايوه، مولود هنا. حتى يعني اولادي بيحكوا مصري نظامي يعني، ما بتحس انه هن السوريين مع المصريين. مبسوطه في مصر؟ الحمد لله. مصر قضوا بقى ازاي رمضان في مصر؟ حسيتوا في فرق في رمضان في مصر؟ هلا هون البهجه بمصر غير اي دوله تانية، البهجه رمضان بمصر. بس الشغله اللي بتخلينا نزعل انه نحن بعاد عن اهلنا، عن عاداتنا، مثلا في شغلات كثيره، مثلا يعني الغربه يعني سبحان الله قد ما عدت ما بتحس حالك انه شلون يعني، في شويه غربة انه بعيد عن اهلك واخواتك وامك وابوك وهيك، وصعب. حسيتي بقى لما سوريا حصل فيها المشاكل اللي موجودة، حسيتي لما جيتي في مصر هنا كنت نفسك تقولي لكل مصري خلي بالك من بلدك، لان انت حسيتي بالالم والوجيعة دي؟ ايه طبعا، انه ما يتهوروا ويحافظوا ما يسمعوا من اي حدا مثلا، لانه كلياته تنمر، وكلياته اللي صار بسوريا تنمر وشغلات كثيره، يعني انه ما يسمعوا من اي حد ويحسوا بالنعمه اللي هن فيها. بس حاسين بالامان وانت في مصر؟ ايه طبعا، احلى امان هون بمصر. والتطورات اللي بتتعمل في مصر ودور السيد الرئيس عبد الفتاح الدوله المصريه وهي معاكم وبتقدم لكم كل الحاجه اللي انتوا نفسكم فيها، هلا في هون كتير شغلات بتقدم. قول ان انتوا اصبحتوا جنسيه سوريه وطبع مصري. ايوه، اخذت الطبع المصري. ايوه هو كده. انا عرفت برضو ان نغم بتغني، وهو اسم جميل جدا نغم، ونتعرف بيك. اسمي نغم. نغم بقالك كام سنه بقى؟ 10 سنين مع والدتك برضو. ايه رايك في مصر؟ مصر انا تعودت عليها يعني، ولي اصحاب هنا وكده، فحبيت يعني ما احب ارجع ابدا على سوريا، حابه اضل بمصر. اللغه كمان بتاعتك اتغيرت؟ بتكلم مصري مع المصريين اصحابي، وبتكلم سوري مع اصحابي السوريين. عايشه في اسكندريه هنا طول عمرك من ساعه ما نزلتي مصر؟ قولي لي بقى، انا عرفت ان انت عندك هوايه الغنى، هتسمعينا ايه بقى؟
اسمع اغنيه. طب خلي بقى المايك اهو، يلا بقى للكاميرا، خلي المايك قريب، خلي المايك قريب. من يوم ما جت عيونه في عينيا وشفت ضحكته الجميله دي، بحلم بيوم ما يبقى لي وابقى لي واصحى الاقي حبيبي حواليا، وادي اللي في خيالي بيحصل قصادي، حبيبي جنبي في حضن الليله دي، ولو بقيت معاه نادى الفرح جمعنا بالحب نادى، انا وحبيبي وتالتنا السعاده. والحلم فسرنا، وادي اللي في خيالي بيحصل قصادي، حبيبي جنبي في حضن الليله دي، ولو بقيت معاه نادى الفرح جمعنا بالحب نادى، انا وحبيبي وتالتنا السعاده. جميل يا نغم، جميل يا نغم. ما فكرتيش تقدمي البرنامج ولا حاجه؟ نفسي اقدم بس مش عارفه ازاي. ان شاء الله باذن الله تشوفي الطريق السليم في التقديم ده، وان شاء الله باذن الله نحاول نساعدك كمان، وان شاء الله باذن الله يكونك اكتر. في سنه كام يا نغم؟ انا في الثالثه ثانوي. طبعا انا سعيد جدا جدا بيكم وسعيد باللقاء ده. السؤال بقى الاخير اللي انا عاوز اساله لك، الحاجات اللي انت اثرت بيها دايما للسوريين مشهورين بالاكل، الحاجه الجميله والاكلات اللي انت تعلمتيها. تعلمنا الاكلات الكشري هي اللي احنا ما بنعرفها طبعا، والملوخيه كتير الحمد لله بتنجح معنا وطيبه، وعلى فكره اولادي كلياتهم بيحبوا صاروا الاكل المصري اكتر من السوري، بيطلبوه مني اكتر من السوري. ما حدش جاء قال لك انا عايز اتعلم منك اكل سوري الكلام ده؟ لا بس بصراحه يعني بدوق جيراني وهيك كتير بيعجبهم الحمد لله وبيحبوه يعني. ان شاء الله والدوقين احنا برضو ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. بتقضي رمضان ازاي؟ والله بهالبيت يعني ما في شيء، ما في شيء عنا يعني، ما في عنا يعني اهل كثير هون. عاوزه توصلي رساله بقى في نهايه اللقاء لكل الناس اللي بتسمعنا سواء من مصر او من الوطن العربي واهلك في سوريا، تقول لهم ايه؟ بقول لهم انه خلي الابتسامه بوجوهكم وازرعوا الامل، لانه في امل. ايه مثل ما بيقولوا انه في امل، ايه في امل يعني. وخلي على طول خلي الابتسامة لأنه الدنيا صغيرة كتير وإن شاء الله كله بينفرج. تعرفي إن المبادرة بتاعتنا اسمها ابتسم الناس للناس؟ أيوة هلأ أعرف. ابتسم كلنا للكاميرا كلياتنا للناس للناس. وشكرا لحضرتك وشكرا لأبناء زايد. الناس للناس، وشكرا كتير لألكم، وخليكم مبتسمين على طول. شكرا، شكرا لألك. شكرا جدا، شكرا جدا جدا.